تكلمت كذلك ربما هناك أنباء حول التهديد يعني بعدم إجراء المباريات القادمة لفريق الرجاء في البطولة. هو التهديد بالانسحاب صراحة. حنا نادي الرجاء الرياضي راه ملي غادي نهدو راه غنهدو بصح، راه ما غاديش نهدو، وأي قرار غادي نتحملو المسؤولية فيه. ولكن حنا اليوم في نادي الرجاء الرياضي غادي يكون اجتماع حاسم غدا في العشية لدراسة هذا الوضع، لأن الوضع ولا وضع كارثي، ما بقاش السكوت عليه.